اهلا وسهلا بكم متابعينا. اليوم راح ناخذ موضوع جديد اللي هو الشبراخ بارتيكل. شبراخ بارتيكل اللي يعني ادوات او الادوات اللغويه. طبعا هذا الموضوع ممكن اني كاتب عليه انه يفيد ايضا طلاب البي اينس، يعني يستخدمونه بصنعه عمل الكلام، لكن هو كموضوع قواعدي يخص طلاب البي اتس اي. فراح ناخذ بهاي السلسله اول اربع مجاميع اللي هي اليادر، يادم، يادس، وعندنا اليادن. طبعا هذول اللي جبتهم اخذتهم من هذا الجدول اللي راح نتحدث عليه بالتفصيل. عندنا كبدايه عندنا اليادر واليده، وعندنا الاله والغانس. هذول كلهم يعنون كل. اما راح نبدي نروح الى جهه اليمين اللي هي اله، وعندنا الغانس تعني ايضا تجي جميع، وعندنا الاينيجه اللي هي تجي بعض. واما بالنسبة للدا والدي والداس اللي هي تعني الزلبة، يعني نفسه. التحت من اليسار عندنا ميغغة اللي هي عدة، وعندنا الاين ودا اينر احد او احدى، وعندنا الاندرة او اندرر اللي هي اخر او اخرى، وعندنا اللاتست، وعندنا اللاتستر يعني اخير او اخيرة. فهذول ان شاء الله راح ناخذهم باقي المقاطع الفيديو، واليوم راح ناخذ اول مجموعه اللي ذكرتهم بالبدايه. راح نبدي باول كلمه اللي هي اليدا. اليدا نقرا المثال: يدا برجر هات دي جلايشن غشت. يدا برجر هات دي جلايشن غشت، يعني كل مواطن له نفس الحقوق. فالكل اللي هي اليادا، يادر نهايتها عفوا، فصارت يادر برجر هات جلايشن غشته، كل مواطن له نفس الحقوق. هذا كان اول مثال. اليادا هنا تحولت صارت يادن، ونشوف المثال: دي ريجيرونج هات يادن برجر بتروغن. دي ريجيرونج هات يادن برجر بتروغن، يعني خدعت الحكومة كل مواطن. طبعا هذا مجرد كمثال مو حقيقة. فصارت دي ريجيرونج هات يادن برجر بتروغن. البتروغن اللي هو الخداع. شوف المثال الرابع: دي ريجيرونج هيلفت يادم برجر. دي ريجيرونج هيلفت يادم برجر، يعني تساعد الحكومة كل مواطن. هنا صارت عندنا حالة داتيف، وأيضا الفعل الهلفن من تستخدمه يسوي أيضا عندنا حالة داتيف بالجملة. فصارت دي ريجيرونج هيلفت يادم برجر، تساعد الحكومة كل مواطن. إن شاء الله لحد الآن الأمثلة واضحة وسهلة عليكم. والنقطة الخامسة: اليادا صارت عندنا يادس. Das sind die Rechte jedes Bürgers. طبعا هنا الأسات اللي مضيوفة للكلمتين هي حالة جينيتيف، فصارت هذه هي حقوق كل مواطن. Das sind die Rechte jedes Bürgers. النقطة السادسة راح ناخذها مع الآلة. Alle Bürger sind gleich im Recht. Alle Bürger sind gleich im Recht، يعني كل المواطنين متساوين في الحقوق. Alle Bürger sind gleich im Recht، كل المواطنين متساوون في الحقوق. والمثال الثاني: Alle Menschen werden frei geboren. Alle Menschen werden frei geboren، يعني كل البشر يخلقون أحرارا. Alle Menschen werden frei geboren، كل البشر يخلقون أحرارا. المثال البعده: Ich habe sie alle im Theater gesehen. Ich habe sie alle im Theater gesehen، يعني رأيتهم كلهم وين؟
في المسرح، فصارت إيش هابة زي اللي هم على امتياتا جزين، شفتهم كلهم بالمسرح. والمثال اللي بعده، Die Erde gehört allen Wesen. Die Erde gehört allen Wesen. يعني الأرض هي لكل المخلوقات. الوسن اللي هي المخلوقات. فصارت Die Erde اللي هي الأرض. Gehört يعني تكون الجهورت اللي هو يكون تابع أو تخص كل المخلوقات. فهذا كان الدرس الأول لموضوع الأدوات اللغوية. اللي عنده استفسار يقدر يكتب لي بالتعليقات وأنا حاضر للرد. وانتظروني بشرح جديد. تحياتي.